البداية من إسرائيل، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 28 شخصاً خلال احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في اليوم الوطني للمقاومة ضد الإصلاحات القضائية التي تخطط لها الحكومة. يأتي ذلك في وقت قام فيه المحتجون بإغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب، كما قطعوا حركة المرور على الطرق السريعة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينياً من محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله. وكان تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى قد أشار إلى أن إسرائيل اعتقلت ما يقارب من 4000 فلسطيني خلال النصف الأول من 2023، وأفرج عن غالبيتهم لاحقاً. للمزيد تنضم إلينا من القدس مراسلة المشهد أحلام عثمان. أحلام، مرحبا بك معنا. يعني صورة المظاهرات بشكل عام والاعتقالات، خصوصا أن هذه المظاهرات والاحتجاجات يبدو أنها مستمرة حتى ساعات المساء. صحيح، هذه المظاهرات بدأت منذ ساعات الصباح عند الساعة 6 تقريبا بتوقيت مدينة القدس بالعشرات من المحتجين، ولكن مع الوقت تزداد هذه الاحتجاجات مع ازدياد عدد المحتجين الذي وصل إلى المئات في المناطق الشمالية والآلاف في المناطق المركزية. نتحدث هنا عن محاور رئيسية مثل تل أبيب وحيفا وأيضا في كيسارية. المظاهرات هذه التي تخرج اليوم تحت مسمى وعنوان اليوم يوم المقاومة القومي، وبالتالي تنتشر من شمال البلاد أي من كريات شموني حتى جنوبها في بئر السبع وإيلات. المظاهرات هذه في هذه الأثناء تتركز قبالة السفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب، بالإضافة إلى ذلك سوف يجتمع المحتجون في شارع كابلان كما هو معتاد عند نهاية الأسبوع. سوف يكون هناك المئات ولربما الألاف من المحتجين ضد خطة التعديلات القضائية في هذه المنطقة. قبل نحو ساعتين كانت ذروة هذه الاحتجاجات عند محطات القطارات المركزية التي تشكل أيضا عصب للاقتصاد الإسرائيلي، تحديدا على أن هذه المظاهرات جاءت عند وقت الذروة، وقت خروج الموظفين والعمال من أماكن عملهم، ما شكل عائقا للقطارات في عملية التحرك. هذه الاحتجاجات حتى هذه اللحظات هناك قرابة 37 معتقلا في هذه الاحتجاجات. طيب. أحلام، وربما هذا العدد سوف يزداد مع ازدياد. نعم، بخصوص قضية العصيان في الجيش الإسرائيلي وتحديدا في صفوف جنود الاحتياط، هل هنالك من مستجدات؟ نعم، هناك مستجدات، ولكن لربما أعرج على ما خرج قبل قليل من المستشار القومي تساحي هينغبي الذي قال فيما يتعلق بالمحادثة التي جرت بين الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجو بايدن، بأن بنيامين نتنياهو تعهد لجو بايدن بأن يتم مناقشة فقط فيما يتعلق بتعيين القضاء إلى ما بعد العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية إسرائيلي، ولربما هذا الأمر في حال بقي على وعده بنيامين نتنياهو سوف يخفف من حدة هذه الاحتجاجات. فيما يتعلق بقضية عدم الامتثال والعصيان في الجيش الإسرائيلي تحديدا في بين الجنود الذين يخدمون في صفوف الاحتياط، هذه الأعداد وفقا لمصادر إسرائيلية وصلت إلى 20,000 جندي احتياط الذين رفضوا هذه الخدمة، وهناك أيضا المعضلة الأكبر
التي تشكل عقبة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حال انضمام 900 من الضباط والجنود في الوحدات الأساسية والمركزية مثل وحدات الكوماندوز البحرية ووحدات الاستطلاع في الجيش الإسرائيلي. وهذا الأمر أيضا في توجه اليوم من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كالانت إلى جنود الاحتياط مطالبا إياهم بالتماسك والامتثال في الخدمة، لأن هذا الأمر سوف يساعده في إنجاح مهمته في الحفاظ على أمن إسرائيل. أحلام، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، مراسلة المشهد من القدس.